في الدار كيبه ساعات تبدا تتبهلل علي. ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ربي يدوم عشرتكم يعيشكم محليكم. مرتي انا جاهله؟ لا مش جاهله يا ناس، كي بالحرام اثقف من والديكم اللي انتم عاملين هذا الزينه مثقفين. وجهك كشفر يا فلانه، فهمني والله يا كوا واش عمل فيه؟ نحي الوالدي ديريك. هذه مراه ولات لا عندها صديق لا عندها واحد باش نطلق، طلق والدي. الراجل توا فهمني يتكلم كلمه يجاوبوا 100 شباع حقوقها. انا هاي مرتي بحذاك هاي تسمع يدي نهزها اذا قالت شبيك كان رقبتها نلويها لها تاني. المرأة تحترم روحها، الرجل يحترمها ويزيد يحترمها. وين ماشية بنتك في الليل؟ والله صاحبتي ايه كيما كيما اصحابها، عمري كله معديه سفارات وخاصة ما لي سي با لا بين دو سيتي. انا سفارة يجي فيه بنوت. نعم نعم فيه بنت. وعلاش يقول لك هو فيه بنت؟ خاطر اللي قبلي انا يقول له فيه بنت يقول له فما 100 يهزه ويبدا يفرز له. والله والله من قبل حتى بنت عمتي ولا بنت خالتي كي نسلم عليها لا نعرف وجهها. توا مرابوس بنت عمتك مرابوس بنت خالتك. صلحوا يا ناس صلحوا، راكم تعرفوا الشيء اللي صاير تعرفوه. عسلامة يا مرحبا. عسلامة لبس عليك ونعمة بالله الحمد لله. ماذا سؤالنا اليوم؟ يندرى المرأة كما كانت قبل كما توا ولا تبدلت؟ والله سؤالك كذايا أنا في بالي باش نتكلم هك حيرت لي أعصابي أنت. علاش لطف عليك؟ المرأة البشر بشر ولا؟ بشر بشر. هي توا المرأة يقول لك قبل وتوا توا اللي المرأة هو ما هل المنظومات هو اللي يهلكوها. هاو حقوق المرأة، هاو مجلة المرأة، هاو حقك، هاو درا شنو، هاو عيط عليك، هاو جبد لك شعرك اشكي بيه، هاو هذوما اللي هلكوا المرأة هلكوها. وزيد المرأة شبيها هي قرات ثقفت عليها قبل قبل انا ناخذ اللاجم تاعي انا شبيها. مرتي جاهلة؟ مرتي انا جاهلة؟ لا مش جاهلة يا ناس، كي بالحرام اثقف من والديكم اللي انتم عاملين هذا الزينه مثقفين. تو كانت الحاجه الوحيده اللي هي مش الوحيده، العائله ترجع. البو اذا عمل لك الناس كله تطيح. لا بلا الام ترجع. تو شبيك وجهك كسفر دخلت لها بنتها؟ وجهك كسفر يا فلانه، فهمني والله يا كوا واش عمل فيه؟ نحي الوالدي ديريك. والله ديريك نحي الوالدي. ما عندوش حق، هات نوريوه. هذه مرأة ولات. وشوف انت نسبة الطلاق توا اي ارتفعت نسبة الطلاق في تونس. شنو قلت لي؟ ارتفعت قلت لك نسبة الطلاق في تونس سيرتو في السنوات الأخيرة. ارتفعت ولا هي كلمة هي ما تقالش. خليت خليت كيفاش خليت؟ خليت هي قبل ما تاخو قبل ما تاخو مازال كيتعرف عليها تقول له باش نطلق. لا عندها صديق لا عندها واحد باش نطلق. طلق والدي طلق والدي. نسبة الطلاق ونسبة بكل صراحة احنا شدينا توا الرجل الرجل شبيه ظالم المرأة. لا المرأة تحترم روحها، الرجل يحترمها ويزيد يحترمها يحترمها. مش الراجل توا فهمتني يتكلم كلمة يجاوبوا 100 شبيع حقوقها. يا بنتي شبيع حقوقك وحقوقي راهو هاني نقول لك أنا راهم كيف كيف. مي العائلات خربتهم الديار، والأخرى تقول للأخرى والاخرى تدبر على الاخرى. ياك وصبحت مطلقه هي وهي تفرح. لقات حريتها توا. فاش حريتها؟ سامحني عايش بنتي، حريتها اللي ترى فيهم توا في الفساد جد. وهاو تو تشوفوا اللي صعيب
باش يجي نهار، يجي نهار اللي في ديننا يقول لك فهمتني 50 رجل الامرأة ما عرفش يلقاو الرجال، والرجال ما عرفش تلقى نساء، ما عرفش تلقى، ما عرفش ياخذوا. فاش قام ناخذ وانا هي تقول مصيبة وهو يقول مصيبة، ما عرفش ياخذوا. فيه نحيها فيه التربية الأصلانية الصحيحة الصحيحة. قلت لك الأم كي تتكلم كلمة الناس كل تبرك، ما عادش تو فات. فما تويكا نشوفه في ظاهرة هي قديمة ما هيش جديدة، أما انتشار بيوت الدعارة في تونس ولا بكثرة، حسب رأيك علاش؟ بيوت الدعارة وليت منتشرة في تونس. منتشرة مناش اللي هو أولا وبالذات جيناها هي نسبة الطلاق ونسبة التربية. الناس كلها مصيبة، شبيها بنتك خارجة فهمتني مسرتها ولات فوق مسرة، فوق خارجة عريان والبو يعملك باش يتكلم تعملك تقوم له تعطيه كف يطبس راسه، شو يولي كلمة اللي هي ما تتقالش، يولي فهمتني مهبط راسه. وإذا عجبك وين ماشي بنتك في الليل؟ والله صاحبتي ايه كيما اصحابها. السؤال هذايا اقسم بالله انا لافنيو هذا نسكروه نباتوا فيه. وعشنا الشيء اللي ريته ما عندناش. خدمت في سفاره من السفارات وفي الصباح للصباح نصبحوا، والشيء اللي ريته للي مرضت حي النصر عليسة الديار مكرية فهمتني حتى بالدرج. وعم الحاج يقول لك برا اطلع 127 الطبق الثاني. واي التو اذا يسمع فيا انا الامن يسمع فيا ونعطيه بطاقة تعرف انت عيونه ويجيني ونريهم له الامن وبالخفاي نوريه دار برتمان. والتو ما زالوا موجودين؟ التو انا قد عندي صفي برسك انا ويدمي خرج اون روتريت، عمري كله ما عندي سفارات، وخاصة ما لي سي با لا بين دو سيتي انا سفارة. يجي فيه بنوت، نعم فيه بنت. وعلاش يقول لك هو فيه بنت؟ خاطر اللي قبلي انا يقول له فيه بنت يقول له فما مياء يهزه يبدا يفرز له. يا ناج باش نجيب له البنوت، والبنوت معروفه، والبنت وتفهمتني انا مناش خرجت ومرض. البنوت تمشي تصبح بالكرهبة وهو في برتمان. احنا ولينا بلاد يا عايروك توما بلاد فساد. صلحوا يا ناس، صلحوا راكم تعرفوا الشيء اللي صاير، تعرفوه. انا نقول لك تعرفوه خاطر الشيء اللي ريته يعرفوه ويعرفوا الفساد هذايا وهالبنوت هذيا والبنات فهمتني فين موجودين معروفة. زعما لهنايا ما نشوفوش انه رقابة الاولياء ملغية تماما. اخي هي مازالت اولياء يا ناس، مازالت اولياء، مازال فما بو، مازال فما ام. كلمة بو وربي اقف لهنا بو اوزر تخرج بوم بو تفهم. يعني انا نقول لك البو ولا مطبس راسه، وهي ولات فرعونة. والخراب شوفوا بالتاريخ كل دولة دخلت فيها دار تدخل فيها فهمتني حكم المرأة خلات. هاي تعرف كيف هي؟ يسالش انا هاي مرتي بحذاك هاي تسمع يدي نهزها اذا قالت شبيك يعني رقبتها نلويها لها لتاني. ذاك هو. ولهذا عشت انا وزوجتي 42 سنة تعرف. وفاش الحاجة باش غذيت انا زوجتي واش نكلمها
غادي يتزوج. كي مشينا نخطبوا احنا عائله واحده. كي مشيت نخطب وفهمتني قالت انا ما ناخو راجل يكون راجل. عاد نتكلم انا كما توا قلت لك راجل كلمتي فهمتني لتو كلمتي هذاك هو كتواتي باش ندللها ندللها فوق ما ندللها. مي انا كي باش نكلم ولدي تجاوب هي ابدا. وتعرف مثلا غلط ما نغلطش يستحيل تجاوب يدها تعملها هكا فهمتني نهبل عليها. هي كي تكلم ولدها وبالرغم بالطبيعه نتاعي هذيك تكلم ولدها يستحيل بجوها ربي ولدك تبداش غلطة نغزر لها وخليها تصرف في ولدها. فماش كتدخلات ولا ولدك وعلاش وبنتك انا بنتي انا بنتي تخرج لي فهمتني لابستي قلت لك فوق السره انا سره قاعده فوق السره كان نقول لك فوق الرقبه مش سره وخارجه فهمتني بنتي ونزغرت عليها انا وما زغرت عليها خلي تتجرأ لا ربعة تخرج لا ربعة وربعة في الدار لا ربعة وربعة شبيك لا عثرت لا واحد عثرت يجيبك الحماية المدنية يجيبك للدار قبل ما تهزك ليرجونس رد بالك. صعيب انت في التربية شنيا؟ صعيب في التربية هذاك اش تربيت واش رباني الوالد وتربينا وعشنا 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 باحترام احترام الجارة جارة والجارة جارة والجار والأخت أخت وبنت العم بنت العم يا ناس تمنوا قولوا هذا إنسان جاهل من سنني من العصور الحجرية والله والله من قبل حتى بنت عمتي ولا بنت خالتي كي نسلم عليها لا نعرف وجهها وجهها ما نعرفوش عيناي ما نهزهمش توا مرابوس بنت عمتك مرابوس بنت خالتك يا اخي ما نحبوش البوس احنا باهيش